رشد العام، ليش تضيع ليه المستوى ساعة التلت ويضيع عبد العام ميقراش؟ لا يعقل لا يعقل باش ميقراش رولتكم رولت الشعب الدري، ما خصوش يبرك من الدراسة. سخيت بأي مدرسة مشيت ليا الباب اللي كندقو كيسدو في وجهي كيقول لي لا خصو يجيب بيه ولا تجيب لنا الوراق ديولو. أسيدنا أسيدنا الله ينصرك، أسيدنا الله ينصرك إلا ما تدخل في هاد الشي. ماشي حتى هو راجل قانوني، أنا نضيع وولدي يضيع، أنا ما طلبت منه والو، أنا باقي الحمد لله دابا بهاد الساعة باقي خدامة على راسي، ولكن كنشوف في ساعة أخرى وكنشوف في دابا ولدي أنا ضيع ما كيقراش. هو كيضيع وكتقولوا اشنو 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 اشنو، هو كيقول لي تتعياي وتسالي، انا معاك في المحكمه تتعي وتسالي، اذا مكاينه شي خفيه اللي مسانده. ما باغي يمتثل هو رجل قانون، خصو اول حاجه يمتثل القانون. الا كان عندك رجل امن في دوله بحال المملكه المغربيه اللي ما كيحترمش القانون وما كيحضرش الجلسات واللي كيستهتر بالدستور ديال بلاده من خلال انه ولده ما باغيش يعترف به، السيد الا كان هذا ماشي ولدك تبتها بالقانون، انت رجل قانون عندك القضاء. ماشي تبتها تبقى تغادي وجاي. نعيمه خلينا نهضروا، الله يسر. هذا السيد عنده جميع الضمانات، القضاء اليوم عاطيك الضمانات، جيب ما يثبت انه ما كتعرفكش. حنا سيدي نجيو وضدها وتا حنا نمشيو نضمنوا معاك. حنا قلناها لي مرارا، قلنا لها هذه السيده الا كانت كتبلع لك ولا كانت لايحه عليك الباطل، رانا نوريو كيفاش. راه كاين القواعد، كاين مدونه الاسره كتقول لك مدون هذا الشخص. هاد الشخص للاسف عنده واحد العناد، ما بغاش ربما المحامين ديالو وهو كيلقاو ثغرات قانونيه باش كيجرجروا هاد السيده. حنا اللي كنتمنوا انه عندنا ثقه في انه كاين شرفاء، كاين شرفاء في القضاء، كيف ما كاينين الناس اللي للاسف ما عندهمش غيره، كاينين الناس شرفاء مسؤولين في القضاء وفي الامن وفي كل شيء في المخابرات وفي جميع المجالات. هاد الناس هما اللي بغيناهم يدخلوا يحسموا، لان الهيئه اللي كتشد الملف ديالها دائما كتغير، دائما كتغير. وبالله عليك هيئه يلا تبغي تحكم يجي واحد الهيئه اخرى كتقول لا انا باغي نعاود نطالعوا جيبي لي ثاني الشهود. واذا هاد السيده ما كيهمكم لا الطفل بغيتو تشرد هذا اليوم. الى هاد السيده لا قدر الله وكل امراض، عندها القلب، عندها صمامات، عندها الطحال، عند شبعانه امراض، الى ماتت يعقل عليه شي واحد في اسرتها؟ هذا يقدر يخرج لا قدر الارهابي، ينفجر لك تما قدام القضاء وقدام الامن، يقدر يقتلك شكون يقتل؟ ارهابي راه يقتل مؤسسات الدوله ورجال الدوله. اذا هذا خطر على الدوله قبل ما يكون خطر على المواطنين الكريسيم، وداك الشيء حنا مولفينه، ولكن هذا حيت هذا عنده حقد. هو راه عاش هذا الشيء، راه عامين وهو كيجي وكيشوف الجلسات وكيشوف امه كتصرخ، هذا الشيء راه واش ندخلوا حتى في علم النفس وعلم الاجتماع؟ هاد الناس ومنهم كثار في الشارع كيديروا كيطرب فيهم الحقد تجاه من؟ تجاه النظام. هو ما كيعرفش انه واحد الشخص اللي كرفصوا باه ولا واحد الشخص اخر كان مع باه هما اللي دمروا له حياته. لا كيقول لك الدوله، وهذا هو الغلط وهذا هو اللي كنبغي نوصلوه، انه الدوله كمكون خاصه تضرب بنين حديد اللي كيهدد استقرارها، لان هاد الاطفال وحدين اخرين كنحرموهم وحدين اخرين كنظلموهم، هما اللي كنكونوا جيل كله حاقد. واحد النهار كيولي يكبر حتى كيولي عندك تكتل كبير في الدوله، كله عنده امراض وعقاد وعنده حقد على الدوله. راه ماشي مساله ولد ولا وسير ونتعاند مع انايا ونجرجرك تيطلع لك الدم وانا وجرى التعيات. لا راه هاته المصيبه، راه واحد ابن في العوض ما يقدر يخرج شي شخصيه، انسان اللي كفاءه وينتج خرج شي واحد مضر. في العوض ما غيكون انسان ايجابي خرج شي واحد سلبي. انا اللي كنتمنى من مؤسسه القضاء ومن الشرفاء انهم يحسموا هاد الوليد، خصو هاد العام يا اما نحقوا بعد القضاء ونحقوا الدستور ونحقوا الرحمه، لانه الرقابه القانونيه لا ما كانش وما تبقاش، كاين الرقابه الالهيه. الضمير للاسف ما بقاش، لا ضمير ديال الفرد ولا الضمير ديال المجتمع، وللاسف قال لنا ضمير ديال السلطه اللي كيفهموا شويه، كاين ضمير السلطه هو اللي كنترجاوه دابا، اما ضمير المجتمع مات وضمير الافراد مات، وضمير القانون والسلطه والمؤسسات راه هو اللي بقى لينا. في البحث جلسه ما دخلتوش للجلسه؟ لا حنا دازو الجلسه داز كل شيء، راه الملف محكوم من شحال من عام، باش محكوم ثبوت جوجيه ثبوت النسب كل شيء محكوم. هنايا في جلسه بحث باقي ما دخلتيش؟ لا كنا في الجلسات، دابا داروا جلسه بحث كيبحثوا مع الشهود. الشهود جاو فهمتي، الشهود جاو، الشهود حضروا، الشهود كل شيء، ولكن هو ما كيجيش يحضر. بغيت نعرف اش هو فوق من كل شيء، فوق من القودات، فوق من كل شيء. هو كيقول لي انا الشريك نتيا
ونشري اي حاجه الا ما خرجش لانتريس. ما عمرك تحلمي انني غنسيب للدري الوراق تنخرج لانتريس. اه زيد في 65. دابا اللي كنطلب انا الطلب اللي كنطلب انا مشيت عند سميتو عند سونترال ديالو كيقول لي شوفي جيبي ليا خدام فيه. ده ضرب معروف عند الناس كاملين يعني هاد السيد ماشي مضرق معروف عند الناس كلهم من الاخر يدير على دي ان مع ولده ولا ما كانش ولده كنتحمل المسؤوليه حيت انا مشيت عند المسؤولين الكبار مشيت ما خليت حتى قنت. كيقول لك تيتحكم لك الملف الحكم النهائي الاخير وهذيك الساعه حنا معاك ولكن امتى هاد الملف غادي يتحكم امتى غادي يدير هاد الملف. انا بغيت الحق تاع ولدي ولدي ضيع. شحال وانت تناضل ديالك؟ كنناضل من 30/2014 شهر واحد من 30/2014 شهر واحد باش عرفوني خوتي اشنو كنقول. راه ما كنكذبش بالوراق بالادله بكل شيء. انا راه كنهضر يعني في الصراحه كل شيء. هادشي راه عندي صراحه ما عنديش. هاد السيد ماشي تلاقيت معاه في الزنقه. هاد السيد دخل من الباب ما دخلش من الشرجم. هاد السيد دخل امام ولادي امام امي امام با الله يرحمه امام خوتي امام عائله كامله. سمعتي يعني هاد السيد غيقول شي كلمه انا نحط فوتوكوبي تاع لاكارت ديالو نحط الوراق تاعو نحط وثيقه اللي داير معايا اعتراف باثبات جواز بان كيقول ندير معايا اعتراف اقرار لا دار معايا اعتراف بان هذا السيد راجلي ما هو جيب شاهد وانا جيب شاهد ولا كيطعن كيقول لك ان هذاك الشاهد انا اللي جبته. انا جيب شاهد واحد ما جيبش جوج. واحد جابوه هو واحد جبته انا. من هذا ما انا خارجه وكنهضر وكنهضر بوجه انا وجهي مكشوف ومع الرياء على وجهي ومع الرياء على كل شيء انني امراه مناضله وناضلت يعني باش شي وحده تناضل بحالي 8 سنين راه ما تقدرش. راه كاين لي الله بداو عام ونص وتقهروا وانا ناضلت وكبرت هذا الولد ونتجته وهاوي عنده دابا 8 سنين وغيطلع في 9 سنين وهذا الانسان باقي ما بغى يدير حتى شي حاجه. دابا الضحيه هو الابن ماشي تعقد ولا كيقول لي حيدي انا ما باغيش نقرا وما غاديش نمشي نقرا ملي با دار لي هكا ولكن خليني انا تنكبر ليه. راه المجتمع هنايا فين كيخسروا الاولاد وكيقول لك لا مال هذا نحارف مال هذا جنوي مال هذا ضرب هذا مال هذا دار هادي مال هذا دار ديك. رحنا خرج دابا الله يرحم الوالدين سي الحموشي كنطلبك الله يجازيك بخير والله يرحم لك الوالدين. راه درت شكايه عده شكايات اللي حطيت عندك عده شكايات. انا بغيتك هاد السيد جيبو ودار لا دي ان وهذيك الساعه اللي كان الابن تاعو راه ابنه ما كانش ابنه. انا كنتحمل العواقب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.